الحاج حسن من كفر الشيخ، اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله يا فندم. انا عندنا مشكله دلوقتي بتاعه تعدي الناس اللي متعديه على الطريق على ترعه الشيخه في جمعيه المنشيه الجديده. ايه الاخبار؟ قول لي، احكي لي الموضوع بالظبط. الموضوع زي ما انا بكلم حضرتك كده، تن واحده واحده، كل مره يزودوا المروه، لما احنا دلوقتي بنيجي نمشي على الطريق بالعافيه لو ما قابلك اي عربيه اي جراب يبقى انت تخاف الا تقع، يا في المروه عند المالك يا في الترع في البحر. قول لي المكان بالظبط كده يا حاج حسن. المكان ترعه الشيخه المنشيه الجديده. المنشيه الجديده ده عند الكيلو كام التعدي ده بقى فيها؟ احنا 7 باصين يا فندي. حاضر، سيب رقمك بس عشان لو احتاجنا نعرف معلومات تانية. انا سايب رقمي في الكنترول 012. عينيا. حاضر يا حاج، كل سنه وانت طيب. يعني تاكيدا للكلام اللي انا قلته في بدايه الحلقه، يعني جزء كبير جدا من مشاكل الري احنا اللي سببه. التعدي بيختلف من مكان لمكان واوجه التعدي متشابهه، ولكن في النهايه انت بتعمل ازمه عند المزارع، بتتسبب للراجل ده في نوع كبير او حجم كبير من الخسائر. ليه؟ المصلحه الشخصيه في هذه الاحيان هي مفسده. يقول لي هي ابتدت عندهم، لسه بيقول الحاج حسن ابتدت عندهم شويه بشويه، يوسع في التعدي سنه سنه، ومحدش وقف له من الاول.